اهلا بكم فيديو جديد من سلسلة افضل خمس اهداف في الدوري المصري. لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلسلة افضل خمس اهداف في الدوري المصري. لو انت اول مرة تشوفني اعمل اشتراك وانزل اكتب لي في الكومنتات عاوز افضل خمس اهداف في انهي دوري، اكتبها لي في الكومنتات وان شاء الله ننزلها لكم في الفيديو الجاي. ده الجزء الاول من افضل خمس اهداف في الدوري المصري. عايز تشوف باقي الفيديوهات وباقي سلسلة افضل خمس اهداف ما تنساش انك تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من اللايكات، وشير عشان غيرك يشوف الفيديو. يأتي في المركز الخامس هدف اللاعب شادي حسين لاعب سيراميك كليوباترا في شباك المجنون العرب من تسديدة رائعة تسفر عن الهدف الاول لنادي سيراميك كليوباترا، واللي انتهى الماتش ده ب1-0 لسيراميك كليوباترا. وكانت ثلاث نقط مهمين في انه يرتفع في جدول الدوري ويبعد عن مراكز الهبوط. ميكا كليوباترا اتلعبت الكره تاني الى شادي حسين يلعبها. يا شادي يشدو للهيستوريكو. اما في المركز الرابع ياتي هدف احمد السيد زيزو لاعب نادي الزمالك في شباك الاتحاد السكندري بروفيسور يتابع من تسديده قويه لا تصد ولا ترد، قذيفة مداوية بمعنى الكلمة بتخبط في العرضة وتنزل أوباما. ودي كانت بداية لعب لزيزو ياخد القرار مش ممكن. العرضة حسبها ايه؟ حسبها ايه عبد العزيز سيد؟ العرضة تتصدى لقذيفة زيزو، قذيفة من احمد سيد زيزو. خلينا نشوف الإعادة اولا. ده الهدف اللي في المركز الرابع. عدت الخط الفار ونيجي للمركز الثالث واللي بيكون هدف حسم المباراة بثلاث نقاط مهمة لنادي سموحة على نادي غزة المحلة. على طول الضربة الحرة يا ولد يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام على الكلام يا سلام على أجمل الأجوان. مروان بتسديدة من كوكب ثاني لنادي سموحة واللي بيفوز المباراة دي 2-1. وفي المركز الثاني هدف أحمد السيد زيزو هداف الدوري في شباك المصري البورسعيدي من هذا المكان تقريبا قوية جدا على طريقة الكبار. الزمالك في العودة للمباراة شيكابالا وزيزو يا ولد يا ولد يكررها يكرر. بيفوز 2-1 في نهاية المباراة، هدف بيخلي الزمالك يعود في المباراة ويتعادل مع النادي المصري، ولكن الحظ كان حليف نادي الزمالك وبيقدر يفوز على نادي المصري البورسعيدي ويروح بالثلاث نقاط علشان يكمل مسيرة الفوز على طول واللا هزيمة في مشوار الدوري ال 14 لنادي الزمالك. ويأتي في المركز الأول هدف اللاعب إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري ولاعب نادي الزمالك السابق في شباك الزمالك بتسديدة من قبل منتصف الملعب بلغ الله وتسفر عن هدف لنادي الاتحاد السكندري، ولكن المباراة تنتهي بالتعادل لنادي الزمالك برأسية من محمود حمدي الونش ويخلص المباراة 1-1. لكن كان أجمل الأهداف في الدوري وفي الخمس أهداف دول كان هدف إبراهيم حسن. وانت قول لي في الكومنتات ايه اللي عجبك في الاهداف دي، قول لي ايه اللي عجبك فيهم، اكتب لي في الكومنتات هل انا صح في تقييمهم ولا انت عندك تقييم احسن من كده. لو انت وصلت لهنا ما تنساش انك تنزل في الكومنتات تقيم الخمس اهداف اللي انا نزلتهم لك دول، وتقيم كل هدف من 10 وتقول لي ايه الهدف اللي كان احلى من الثاني. انا تقييمي هدف ابراهيم حسن هو المركز الاول واحسن هدف في الدوري المصري. لو عجبك الفيديو وعاوزني اكمل في سلسلة افضل خمس اهداف في كل الدوريات ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناة وتنزل تكتب لي في كومنت ايه الدوري اللي عاوز ليه افضل خمس اهداف موسم 2021-22.